لورين صباح الخير، أماني دحلة صباح الخير، عبير أشخامي صباح الفل، رحمة الشطي يسعد صباحك، مريم أبو زيتون، عمر علي العجرم صباح الخير، ريماس علي صباح الخير، اعتدال خالد صباح الفل، ابتهال ترتير من رام الله عم تحضرنا صباح الخير لكم ولكل أهلنا بفلسطين، عمري صباح الخير، أبو محمد أبو السندس صباح حسن، إن شاء الله يربي دائما الفقرات تستفيدوا منها هذا أهم شيء. زين الرجوب، أم معلا شناق، غادة عودة، أريج المومني، أم غسان القرامسة صباح الخير. وخلنا ناخذ اتصال. عائشة صباح الخير يا عائشة. أهلين صباح النور، كيف حالك؟ تمام الحمد لله، أهلا وسهلا فيك يا عائشة. أنا بتابع، أنا من متابعي برنامجكم كثير. يسعدك، شكرا لك لمتابعتك ولاتصالك. بصحى من النوم اللي عشان أتابعكم لو إني يعني تعبانة. تسلمي يا رب، إن شاء الله الله لا يجيب تعب والله يديم عليك الصحة والعافية دايما. آمين. أحكي مع الشيف أولا؟ طبعا، هي هام تسمعك. صباح الخير يا عائشة، إن شاء الله من العايشين دايما يا رب. آمين إن شاء الله. آمين، سلامتك. ألف سلامة. من حسن حظي ضغط الخط دايما دايما ما بلقطك. الحمد لله، من حسن حظنا والله، من حسن حظنا نحكي مع هالصوت الطيب. بروح عند أهلي، بروح عند أهلي بسمعك، بحب أشوفك، بحب أشوفك وين ما كان حبيبتي. إن شاء الله بشوف الخير دايما يا رب، مقابلك إن شاء الله. من حسن حظي كثير انبسطت اسمع صوتك. الحمد لله، إن شاء الله بتعيشي بتضل تحضرينا وبنضل نسمع صوتك. أهلا وسهلا. بدي أسألك عهاي العجينة. نعم. إنه شو اسمها بالضبط؟ فتحت لقيتك براتا. أنا صورت لكم الباكيت عشان ما تضيعوا معاي، ورح نزل لكم إياها على الستوري تبع الانستغرام اللي بحب. وإذا بدك اعملي أي عجينة كمان بالبيت عادي، أي إشي بزبط. عجينة البراتا أو البراتا. زينب الهنيني، راشد القدمان صباح الخير، شكرا لكم جميعا على تعازي. أماني الجبور، أريج المومني، أم عصام الرواجدة، سليمان العسود، حارث الحراحشة، هاي رفوع، أحلام قنديل، ابتسام الكيلاني، أم رمزي، زيد سمور، أم عصام، أم أحمد حنتولي، نهاية الشواهين، أم ماجد مصلح، أم عدي أبو خليفة، أم فراس غانم، شكرا لكم. أم أحمد لوسين، خلينا نشوف بوتينا مساعدة كمان، ونبيلة الأسمر صباح الخير للكل. خلينا نشوف الشيف علا هلأ. يلا يا أمر، هلأ بدنا نسوي أكلتنا الثانية. نوع من أنواع المقبلات، وهو نوع من أنواع المقبلات الباردة، مش متبل بتنجان، بس رح نشوي البتنجان على شكل قوارب، وبعدين أنا عملت فيه ضربات بالسكين على شكل وربات باستخدام سكين ناعم زي هيك بالعرض، وبعدين بعكسها لشقحة البقلاوة. نعم بالضبط، عشان يسوي يطلع السوائل اللي بداخله. استخدمنا زيت زيتون بخاخ من عند الكسيح، بعدين حطيت بابريكا خشنة، وراح أحط كمان ملح وفلفل، ونروح فيها تحت الشواية. تمام؟ تمام. بعدين لما بشويها رح نعمل لها صلصة نعنع كتير طيبة وباردة وبتنعنش على القلب. رح ناخد المقادير على الشاشة حتى نعمل أنا وياكم طريقة تقديم كتير مرتبة، وكمان صلصة نعنع تستاهل الناس الطيبة. تمام، حلو يكون مع البتنجان شي بارد، لأنه بنعرف البتنجان نوعا ما هو حامي، فعشان هيك دائما بياكلوا معاه لبن، بياكلوا معاه شيء بارد. اذا بدنا نعمل قوارب البتنجان المشوي بصلصه النعناع، نحتاج لهالمقبلات بتنجان كلاسيك، زيت زيتون، ملح وفلفل، وبابريكا خشنه. اما بالاضافه للصلصه، فبنحتاج لهالصلصه باقه نعناع فريش، نص كوب طحينيه، ربع كوب عصير ليمون، ثوم مهروس، ملح وفلفل، ومي حسب الحاجه. حتى نقدمه بطريقه لطيفه وجميله بنحتاج لبصل اخضر، بقدونس مفروم، بالاضافه للرمان. هلا بدي اسالك شيف علا على البتنجان الكلاسيك، انت دائما بتشرحي لنا اياه، بس خلينا لكل الاشخاص اللي ما كانوا متابعينا، كيف نعرف البتنجان الكلاسيك؟ ماشي أمر. البتنجان الكلاسيك هو عباره عن البتنجان اللي بتيجي حبته بالطول، البتنجان البلدي اللي هي بتيجي حبته فارشه زي الفراشه الكبير،
هلا موسم البلدي اللي هو حبته بتيجي فرشه اكثر بتكون بالعرض، في منه مبزر وفي منه مر، ديروا بالكم. هاي الوصفه لما بدي اعمل انا قوارب، اذا انا بحاجه ل اللي هو البتنجان شوي هيك جايب الطول. البطول نعم. اوكي تمام، اذا هذا هو البتنجان الكلاسيك. يلا. وزي ما قلنا عملت فيه فتحات، رشت عليه زيت زيتون من زيت الكسيح البخاخ، واضافت له البابريكا الخشنه. وهلا بدها تعمل لنا الصوص. هلا حطينا عصير ليمون وثوم، بالاضافه رح نحط شويه ملح. اوكي، وكمان حطيت مي. هلا انا بس طحنيه ما عندي لبن، عاده لما بدي اكسر قوام الطحنيه لما بتكون جامده بحط لبن، بس هاي الصلصه ما فيها لبن. طب كيف بدي اكسر قوام الطحنيه؟ بالمي. اوكي، ما بحط ليمون كثير، مي حسب الحاجه. نعم، الليمون رح يشد الطحنيه، اذا ما استفدنا. عشان نرخيها رح نستخدم ماء بارد بالاضافه الى الطحنيه من الكسيح، ودائما خضيها كرمال يصير في عندي امتزاج ما بين السمسم المطحون وزيت السرج. احلى شيء انه هم بيطحنوا بيعبوا، بيطحنوا بيعبوا، ما في شيء بقعد في المستودع سنين وايام وليالي. هذا اذكى شيء، مشان هيك بتلاقي عندهم الطحنيه كثير طيبه. رح نفحص القوام وبعدين بنزيد اللي بدنا نزيده. حطينا ملح وثوم وعصير ليمون ومي، وكمان هلا رح نفوت على خط اللي هي النعناع. بدنا تقريبا باقه كميه منيحه من النعناع. هي صلصه نعناع. نعم يا سلام. هاي انا صراحه يعني بحاول اتخيل طعمها، اكيد شيء زاكي منعش جدا. في كوكيز بالنعناع، في كيك بالنعناع، في موس شوكليت بالنعناع، في شوكليت بالنعناع كمان للناس المدخنين هيك على الريق بياخذها كثير بتعطر التم. طلع من هون بدي اشغل انا اخ بس معلش. يلا بسم الله الرحمن يلا. الرحيم رح ندوق الملوحة، الحموضة، نكهة الثوم، كل هاي النكهات مهم جدا انها تكون متساوية نوعا ما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تمام. يا طيب بدي اسال سؤال قبل ما انسى، لانه نسيت الاسم من الدحلة، هلا بشوف بس ايش اسم الاول. عم تسال هل ممكن نحشي سمك الدينيس؟ طبعا. هلا سمك الدينيس من انواع الاسماك اللي بنقليها قلي، اذا بدها ولا بد تعمل لها زي دقه اللي هي توم وملح وعصير ليمون بقدونس وتحشيهم من الداخل. ممكن بلاش عصير ليمون عشان بدها تقلي قلي، اذا بدها تشوي شوي. اوكي تمام. اوكي اذا خلينا ناخذ حنان كمان باتصال هاتفي. حنان صباح الخير. حنان سامعانا؟ صباح الخير يا حنان. اوكي مسلم عليكي لانه انقطع الاتصال. ام تسنيم العبادي، سيما النوباني، ام عصام الجبور، اهلا وسهلا. اسماء الخلايله، شكرا يا اسماء. ابتسام، ام محمد سوالقه، عبد حردان، بني صخر، محمود البطوش. عم بحاول ألاقي إذا في كمان أي سؤال، لأنه بحب أصبح عليكم كلكم، ولكن مرات كتير إذا في أسئلة. إسراء غريب، كمان أم حمزة قعاقة، صباح الفل. أم محمد السماك، أهلا وسهلا. سعاد مصري، حارث الحراحشه بقول ممكن تعملي لنا الكليجه العمانيه؟ نعمل. اوكي، يعني في كم من طبق هلا صاروا على الليستا. حتى تقدر انها تعملكم اياهم الشيف. ولا اصلا لما بتطلبوا منا طلبات احنا لسه مو عاملينها بتساعدونا كثير. طبعا اكيد، وبنقدر انه نقدم لكم اياها. بهمنا نعمل اللي بدهم اياه بصراحه، يعني كمان بهمني اسوي لهم اللي هم بدهم اياه. تمام. هلا رح عم نحط احنا الصوص على قوارب. هلا هاي صلصه النعناع، اعملوها جنب فيليه السمك وادعوا لي، كثير رح يحبوها الاولاد كثير.
زياد سمور بيحضرنا من الولايات المتحدة، تحياتنا أكيد لإلك ولكل اللي بيتابعونا من أمريكا ومن دول الاغتراب. أهلا وسهلا. أم حسن الكردي صباح الخير، صهيب نويري صباح الخير، أم يزيد القريشات، نبيلة داود، مها حمدان من الكويت يسعد صباحك وصباح كل اللي عم بتابعونا من دولة الكويت، ميس العموش، أبو معن الخليفات، عايدة شرفات، مرام الجمال، نوال نصيرات من مادبة، تحياتنا أكيد لإلكم، منى بدح، أم عبد الله عيسى، فاتن شريم، ريم حداد، مها حمدان من الكويت أيضا، نائل جميل، أم عصام الجبور، ندى سرميني، صهيب نويري، يعني أم أنس صباح الخير يا أم أنس. صباح الورد يا هلا، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب يا أم أنس، تحياتنا، أهلا وسهلا. أهلا فيكم، الله يعطيكم ألف ألف عافية على الأكلات اللي إحنا بنشوفها ومنطبقها طبعا. الله يعافي عمرك يا أم أنس. هاي الشيف علا معاكي، شو طبقتي من الوصفات طبعت الشيف علا؟ والله أنا تفضلي. احنا انا والحجه يعني مع بعض قاعدين ونشوف ستنا يروح وهي طعم بتطبخنا الاكلات الزاكيه، والوالده بتحكي لي هاي الاكله اللي اياها تطبخ لي هاي الاكله، صراحه يسلم ايديها ويعطيها الف الف عافيه. ان شاء الله بتضل لك يا قمر، اهلا وسهلا فيكي وان شاء الله صحه وهنا على قلبكم مطرح ما يسري يمر ان شاء الله. آمين يا وهيك رب. منكون خلصنا نوع من أنواع المقبلات الباردة اللي قد تكون من الباب، يعني خليني أحكي شوي من المقبلات اللبنانية المنعشة، أحيانا تقدم جنب الستيك، ممكن نقدمها جنب الكستليتة أو رياش اللحم، وممكن كمان نروح ونقدمها بجانب فيليه السمك. هاي الصلصة جنب فيليه السمك دب ادعوا لي عليها وجهزت وصارت زي الفل. سلم إيديكي. أحلام عطلة، ميس العموش، إسراء بني يونس، أم عويس أهلا وسهلا، مها طاها، أم عصام الرواشدة، فاتن شريم، أم حسين، نور الطراونة، إن شاء الله يا ربي تكون سلسبيل محمد، يكون إجابتنا على سؤالك وصلت بخصوص السمك الدينيس. أم ندير الخلايلة، أم خضر الكردية صباح الخير، أم هشام ربابعة، أم أحمد شطناوي، أم أشرف الهندي، سيما النوباني بتقول أنا بعملها مع بندورة ولحمة مفرومة، اللي هي طبعا بتنجان إنه إحنا منعرفها كتير، أكيد كمان تطلع طيبة بس هاي بطريقة مختلفة. نادية ذيب، أمال منصور، إيمان زينة، أم علاء، أم فراس ياسين، هاي صار معانا طبقين على سفرة يوم جديد. صح. يعني عم نحكي عن عجينة البوراتا بجبن الحلوم.